السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. استخارة من القرآن الكريم لمواليد برج القوس، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. نشوف الصورة اللي هتطلع لبرج القوس، صلي على الحبيب المصطفى. فضلا وليس امرا احبابنا في الله، سمعونا الصلاة على الحبيب المصطفى في التعليقات بنية الفرد سورة النحل. وفضلا وليس امرا احبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك فضلا يعني وليس امرا، ادعموا الفيديو باللايك اخواتي في الله. صلي على الحبيب المصطفى. برج القوس، عندك تغير حدات كثير، عندك تغير حدات كثير، في تغير جذري، بس خلي بالك عندك قرار، القرار ده مهم، ما تستهترش بأي حاجة، خد قراراتك صح، خد قراراتك، حكم نفسك، ولو مش عارف تأخذ قرار استشير أو استشير حد أكبر منك أو حد يكون صديق لي، استشيره في القرار، لأن قدامك قرار، القرار ده مهم، وعندك مفاجأة، يعني المفاجأة دي ليست كانت في حسبانك، بس ضربة الحظ هتكون معاك، وضربة الحظ وضربة المال. عندك هنا لقاء بشريك، شريك عاطفي، الشريك ده برد ناري او يعني ارى برد ناري، ارى في بداية حب بينكم، وارى في البعض عندك في سفر، سفر قدامك، في طريق سفر، ابشر ابشر، عندك الفرح والنجاح، عندك نجاح، حد من اهلك او اطفالك او اختك او اخوك عنده نجاح، رح يندح باذن الله تعالى، عندك اخبار سعيدة، في اتصال، في مكالمة هتفرحك، المكالمة دي انت منتظرها، ديالك هتفرحك، هتكون فرحان، هتكون مبسوط، راك سعيد من بعد المكالمة دي او الرسالة. بس هنا في حد عايز يردع لك، صديق، حبيب، حد عايز يردع لك، عزيز عليك، يعني كان هو حبيبك قوي، بس حبيبك يعني ممكن يكون عايز يردع لك ويصالحك، على ان هو عايز يردع لك ويصالحك. ممكن حصل ما بينكم خلاف او حصل مشاكل او حصل حدا يعني ما بينكم حبيب او صديق او قريب ليك جدا عايز يصالحك، ماشي. هنا البعض منكم هنا ارى برضو يعني هنا بتطلب بميراثك او فلوسك او فلوسك او مستحقاتك، في بتطلب حاجة قديمة، لانك ارى في المحاكم، ارى عندك انتصار في المحكمة، يعني أراك وحققت اللي انت عايزه، هو يعني ممكن نقول ميراث او فلوس او حدا بتخلصها ديالك من وراء المحاكم او الميراث او الحدا زي دي بتخلصها وديالك. عندك هنا برضو نجاح مهني، نجاح مهني، في عندك شريك، شريك ده كان مش كويس او حد مش كويس كان عندك، هتخرج من هاي العلاقة دي، لان العلاقة دي سامة، العلاقة دي تعبتك، العلاقة دي اذتك كتير، العلاقة دي دمرتك، كسرت قلبك، انت رح تخرج من هاي العلاقة دي، انت حابب تخرج منها لانك تعبت، لانك عملت حدات كتير وما تشكرتش، في الاخر ده عليك وحطوا عليك واذوك وكسروا قلبك ودرحوك، لا في علاقة رح تخرج منها. انا برضو هنا منكم برضو عند ارتباط او عرض ارتباط او زواج، يعني من شخص بعيد عنك شوية، الشخص ده ما بينك وبينه مسافة كبيرة، ممكن يكون مش من دولتك، ممكن يكون مش من الدولة اللي انت منها، بس في زواج، الزواج انت هتكون مبسوط منه لانك فرحان سعيد، ان شاء الله يكون زواج الهنا والراحة من بعد التعب اللي حصل في حياتكم. في ناس هنا هتدخل في حياتك، في حد ربنا بعته ليك، يعني هيساعدك، هيأثر عليك بالخير، وهتكون يعني او هو هيكون بسبب معاك في نقلة عالية، مكان عالي لشغلك، طبعا للشغل، ممكن تكون طريق السفر، حد هياخدك تسافر معاه، هيكون فيها ربح كويس، لان هذا الشخص ده هيساعدك او هيدعمك في المال. بس انا ارى للبعض هنا راك يعني هنا في ارى في عندك بينك وما بين الشريك بعد جسدي او روحي او روحي، يعني رغم انكم يعني موجودين في مكان واحد، في مسكن واحد او في بيت واحد، في مكان واحد يجمعكم، يعني ارى هنا يعني في مشاكل او نفور ما بينكم او مش حابين العلاقة، يعني ارى العلاقة الزوجية هذا بسبب سحر، بسبب سحر سحر سحر، حصل نفسك جيد،
حصن نفسك جيد. سحب من واحدة قريبة، واحدة قريبة في العمر، 41 43 45 47 في هذا العمر. الست، هاي الست هي اللي عملت لك السحر، هي اللي عملت عراكيل كثيرة في حياتك. بس هنا في للعزاب، هنا أراكم يعني في رجوع علاقة أو ارتباط، في رجوع علاقة أو ارتباط من شخص من الأقارب، على فكرة من الأقارب. وللبعض منكم بتكفل في ماضي، بتكفل في ماضي كما كنا، في حد كسر قلبك، في حد درحك، بتكفل العلاقة دي ما بينكم، أراك بتكفلها. بس أنا شايف عندك يعني هنا فرحة في قلب بيتك بإذن الله تعالى، يعني ممكن تقول الخطوبة أو الارتباط أو الرجوع في قلب بيتك، لأن أراك فرحان في قلب بيتك، هي فرحة في قلب بيتك. بس شايفك قلقان على شخص مريض من عيلتك، الشخص اللي مش عارف والدك أول حد يعني عزيز على قلبك، لأن أنت قلقان وزعلان عليه ومخنوق من حد قريبك، حد قريبك. بس المقربين مأثرين على حياتك كلها، حتى في رزقك، حتى في رزقك معطلنه لك. حصل برضو النفور اللي ما بينك وبين الشريك، ومنكم برضو الآن بيفكر في الانفصال، ما طايقش أي حد، عندك خنقة، عندك ضيقة، عندك اكتئاب، مش طايق، مش عارف تفكر. بعض الطاقات منكم برضو عنده وسواس قهري تابعة مأثرة عليكم جدا، ما مستمتعش بالحياة، ودايما عندك الأفكار السيئة هي اللي مسيطرة عليك، هي اللي مسيطرة عليك. بس هنا خلي بالك من المرأة دي، الست دي، الست دي تريد أذاكم بأي طريقة، شكلها مثل الثعبان، أنا على طول بقول عليها مثل الثعبان، على طول لما شاف ست زي كده أذيك، أذياك، حتى لو أختك أذياك أقول عليها ثعبان على طول. بس الصعوبة للست دي عايزة تلف حواليك كده، تاخد مالك، تسحبك عندي، تاخدك تبقى كسراك تحتيه، تسحب كل حدا منك، لكن هي مش بتحبك. بس انت مصدوم، راك مصدوم يعني من شخصية او شخص، الشخص ده بيتكلم عليك، ده بسيرتك بيتكلم عليك كتير. بس انت لما تعرف يعني مش هتبقى متوقع ان الشخص ده هو اللي بيتكلم عليك، ناس قالت لك بس انت مش مصدق، لانك انت عطيله كل السكه، واثق فيه، بتحبه، بتحبه جوه، واثق فيه، مش مقتنع بالكلام. لكن لما هتشوفه وهتشوف بعينيك او هتسمع، هتكون يعني مش مصدق وهتكون مصدوم، هتصدق. بس في صلح هنا ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، في صلح ما بينك وما بين الشريك او حد عزيز على قلبك، وفي رجوع للمنفصلين، في رجوع للمنفصلين. وبلاش تفكير في الانفصال، بلاش تفكير في الانفصال، لان رقم منكم بيفكر في الانفصال حاليا. يعني اخلص من السحر الاول اللي عندك، اخلص من السحر، انه ممكن هو السحر اللي عاملكم شويه العراكيل ده او التعبات، هو السحر اللي ممكن يكون ما خلكوش طايقين بعض، هو السحر ممكن، اخلص من السحر. عندك برضه هنا حدث في المحاكم راح تخلصها، هتخلصها بإذن الله تعالى. في حد ظلمك، في حد خس حقك، عندك فلوس عند حد مش عايز يديها لك، حد يعني خد تعبك، خد شجاك، أمانته، عطته الأمان، عطته الثقة، فتحت له قلبك، بس خذلك وكسر قلبك وخد مالك، خد مالك أو خد أغلى حد عندك. ليش أنت مكسور زعلان؟ يعني بتقول ليه عمل كده؟ بتقول لي أزاني، مع ان انا حبيته وعطته كل حاجة وفتحت له قلبي، ليه أزاني؟ هو كده مش كويس، فبلاش تدي الثقة لكل الناس، صوابعك مش زي بعض، صوابعك مش زي بعض، فخلي بالك. بس اطمئن، ربنا معاك، ربنا معاك وهيضل معاك، وهتعدي وهيحميك مهما كانت الصعوبة، ربنا هيطلع لك الخير من وسط الأزمات، حتى لو أنت مش شايف الخير ده، حتى لو أنت مش شايفه، صدقني هتلاقي الحلو طلع لك فجأة، الحلو طلع لك فجأة، والطريق هتفتح قدامك زي الأول، هي وقفت معاك لكن هتفتح معاك. اوعى تقلق، ما تقلقش، هيطلع لك الخير من أي حتة بإذن الله تعالى، هتلاقي الخير داي لك،
هتنصدم، هتنصدم من الفرحة، هتنصدم من الفرحة. عوض من ربنا دايلك. أرى برضو في طريق السفر ده حلو، السفر كويس دايلك، السفر كويس. بس انت شافك بتفكر تفك السحر اللي عندك، صح؟ بتفكر تفك السحر اللي عندك بأي طريقة، ومنكم حاول كذا مرة انه يفك السحر ده، بس مش عارف، مش عارف يفكه. تعبك كتير، السحر تعبان، شافك تعبان من السحر، بتبكي، أراك تبكي من الضيقة، من التعب. بس الست دي بتدور على أي شيء، أو بتدور على كل شيء يحرق دمك، عاملة لك السحر ده بالوقف الحال وبالعراقيل كتيرة في حياتك. شايف السحر عامل لك عراقيل كتيرة في حياتك، ومشاكل وتعب وضيق. بس برضه هنا يعني الحظ دايلك، بس الحظ دايلك، الحظ دايلك، ومفتاح الفرج دايلك، والسعادة ديالك، لأنك اتظلمت كتير وصبرت، صبرت، صبرت. بس انت انا شايفك بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، بتتحسبن، بتقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل لي السحر. بس حد عندك في البيت، حد يعني كبير في السن بيحبك ده، وبيحاول يعني يدلك على الصح، بيدلك على الطريق الصح، وبيدلك على الرزق، بيحبك قوي، عايزك تكون كويس، عايزك تعلي، عايز شأنك تعلي، بيحبك، عمال يدعي لك، دايما عمال يدعي لك الشخص الكبير. بس انت مشتاق لاطفال، لان عندك يعني ارى كميه في طاقه اشتياق، لا اشتياق لحبيب، لاطفال، لاهل، عندك طاقه اشتياق. بس خلي بالك، خلي بالك من الناس اللي هي مبينه ان بتحبك، الناس دي مبينه، في ناس مبينه لك ان هي بتحبك، لان انا شايف حزين، انت حزين ودمعتك على خدك، اتظلمت، شايفك برضه انظلمت، او حد انتقم منك، او حد اذاك، لان انا شايفك عمال تقول حسبي الله ونعم الوكيل، عمال تتحسبن في حد ظلمك او قصرك. بس الحاجه اللي انت مستنيها هتتم، هتتم، هتتم باذن الله. عندك انطلاقه حلوه، هو ماشي، عندك حاجات كثيره مدمره معاك، لكن عندك انطلاقه حلوه، في ارتباط منكم برضه، ارتباط قريب، عندك فرحة، فرض بيتك، الفرحة دي هتكون فيها سعيد ليك أو لأختك أو لحد قريبك، لأنها في أرض بيتك. في طاقة حمل، طاقة حمل، طاقة أطفال، إن شاء الله يكون في بشرة حمل بإذن الله تعالى. حد هتفرح قلبك، حد هتفرح قلبك، ربنا يكتب لك السعادة وراحة البال، لأنك أنت طيب، صادق، لأنك أنت اتظلمت كتير، ده عليك كتير، اتهنت واتظلمت من اكتر الناس المقربين. حد عزيز على قلبك متوفي، عندك حد عزيز على قلبك متوفي، ربنا هينصرك، ربنا هيغير لك الافضل ليك، الافضل ليك هيكون ليك، وهتفتح الابواب الرزق اللي انت بتحاول تفتحها، بتجاهد علشان تجيب القرش بالحلال او الجناب الحلال. ربنا ينتقم لك من اللي سحرك او الاذاك، وربنا هيكشف لك كل حقيقة الناس اللي عاملة نفسها بتحبك، اللي عاملة نفسها معاك، اللي بحاولة الناس دي بتحاول تقرب منك عشان تمص من دمك، تاخذ طاقتك الإيجابية وتاخذ رزقك. هم يعني بيستغلوا طيبتك، بيستغلوا طيبة قلبك، بيستغلوا يعني حبك للآخرين، يعني رغم دول بيحاولوا يزوق. ما بينكم خلاف أو حصل مشاكل أو حصل حاجة يعني ما بينكم، حبيب أو صديق او قريب ليك جدا عايز يصالحك، ماشي. هنا البعض منكم هنا ارى برضو يعني هنا بتطلب بميراثك او فلوسك او فلوسك او مستحقاتك، في بتطلب محاله قديمه، لانك ارى في المحاكم، ارى عندك انتصار في المحكمه، يعني اراك وحققت اللي انت عايزه، هو يعني ممكن نقول ميراث او فلوس او حاجه بتخلصها ديالك من ورا المحاكم او الميراث او حاجه زي دي، بتخلصها وديالك. عندك هنا برضو نجاح مهني، نجاح مهني، في عندك شريك، شريك ده كان مش كويس او حد مش كويس كان عندك،
هتخرج من هاي العلاقة دي، لأن العلاقة دي سامة، العلاقة دي تعبتك، العلاقة دي أذتك كتير، العلاقة دي دمرتك، كسرت قلبك، أنت راح تخرج من هاي العلاقة دي، أنت حابب تخرج منها، لأنك تعبت، لأنك عملت حاجات كتير وما تشكرتش، في الآخر ده عليك وحطوا عليك وأذوك وكسروا قلبك ودرحوك، لا في علاقة راح تخرج منها. أنا برضه هنا منكم برضه عنده ارتباط أو عرض ارتباط أو زواج، يعني من شخص بعيد عنك شوية، الشخص ده ما بينك وما بينه مسافة كبيرة، ممكن يكون مش من دولتك، ممكن يكون مش من الدولة اللي انت منها، بس في زواج، الزواج انت هتكون مبسوط منه لانك فرحان سعيد، ان شاء الله يكون زواج الهنا والراحة من بعد التعب اللي حصل في حياتكم. في ناس هنا هتدخل في حياتك، في حد ربنا بعته ليك، يعني هيساعدك، هيأثر عليك بالخير، وهتكون يعني او هو هيكون بسبب معاك في نقلة عالية، مكان عالي لشغلك، طبعا للشغل، ممكن تكون طريق السفر، حد هياخدك تسافر معاه، هيكون فيها ربح كويس، لان هذا الشخص ده هيساعدك او هيدعمك في المال. بس انا ارى للبعض هنا راك، يعني هنا في ارى في عندك بينك وما بين الشريك بعد جسدي او روحي او روح، يعني رغم انكم يعني موجودين في مكان واحد، في مسكن واحد او في بيت واحد، في مكان واحد يجمعكم، يعني ارى هنا يعني في مشاكل او نفور ما بينكم، او مش حابين العلاقة، يعني ارى العلاقة الزوجية هذا بسبب سحر، بسبب سحر سحر سحر، حصن نفسك جيد، حصن نفسك جيد، السحر من واحدة قريبة، واحدة قريبة في العمر 41 43 45 47، في هذا العمر الست، هاي الست هي اللي عملت لك السحر، هي اللي عملت عراقيل كثيرة في حياتك. بس هنا في للعزاب هنا أراكم يعني في رجوع علاقة أو ارتباط، في رجوع علاقة أو ارتباط من شخص من الأقارب، على فكرة من الأقارب، والبعض منكم بتكفل في ماضي، بتكفل في ماضي كما كنا، في حد كسر قلبك، في حد درحك، بتكفل العلاقة دي ما بينكم، أراك بتكفلها. بس أنا شايف عندك يعني هنا فرحة في جانب بيتك بإذن الله تعالى، يعني ممكن تقول الخطوبة أو الارتباط أو الرجوع في جانب بيتك، لأن أراك فرحان في جانب بيتك، هي فرحة في جانب بيتك. بس شايفك قلقان على شخص مريض من عيلتك، الشخص اللي مش عارف والدك اول حد يعني عزيز على قلبك، لان انت قلقان وزعلان عليه ومخنوق من حد قريبك، بس المقربين مأثرين على حياتك كلها، حتى في رزقك معطلنه لك، وحصل برضو النفور اللي ما بينك وبين الشريك، ومنكم برضو الان بيفكر في الانفصال، ما طايقش اي حد، عندك خنقة، عندك ضيقة، عندك اكتئاب، مش طايق، مش عارف تفكر، بعض الطاقات منكم برضو عنده وسواس قهري تابعة مأثرة عليكم جدا، ما مستمتعش بالحياة، ودايما عندك الافكار السيئة هي اللي مسيطرة عليك. بس انا خلي بالك من المرأة دي، الست دي تريد اذاكم باي طريقة، شكلها مثل الثعبان، انا على طول بقول عليها مثل الثعبان، على طول لما اشوف ست زي كده ازياك، حتى لو اختك ازياك اقول عليها ثعبان على طول، مثل الثعبان الست دي، عايزه تلف حواليك كده تاخد مالك، تسحبك عندي، تاخدك تبقى كسراك تحتيه، تسحب كل حدا منك، لكن هي مش بتحبك، بس انت مصدوم، أراك مصدوم يعني من شخصية أو شخص، الشخص ده بيتكلم عليك، ده بسيرتك، بيتكلم عليك كتير، بس أنت لما تعرف يعني مش هتبقى متوقع إن الشخص ده هو اللي بيتكلم عليك، ناس قالت لك بس أنت مش مصدق، لأنك أنت عطيله كل السكة، واثق فيه، بتحبه جوه، واثق فيه، مش مقتنع بالكلام، لكن لما هتشوفه وهتشوف بعينيك أو هتسمع هتكون يعني مش مصدق، وهتكون مصدوم، هتصدم. بس في صلح هنا ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، في صلح ما بينك وما بين الشريك او حد عزيز على قلبك،
وفي رجوع للمنفصلين، في رجوع للمنفصلين، وبلاش تفكير في الانفصال، بلاش تفكير في الانفصال، لأن رقم منكم بيفكر في الانفصال حاليا. يعني اخلص من السحر الأول اللي عندك، اخلص من السحر، إنه ممكن هو السحر اللي عاملكم شوية العراكيل دول أو التعبات، هو السحر اللي ممكن يكون مخلكمش طايقين بعض، هو السحر ممكن، اخلص من السحر. عندك برضو هنا حدث في المحاكم، راح تخلصها، هتخلصها بإذن الله تعالى. في حد ظلمك، في حد خس حقك، عندك فلوس عند حد مش عايز يديها لك، حد يعني خد تعبك، خد شجاك، أمانته، أعطته الأمان، أعطته الثقة، فتحت له قلبك، بس خذلك وكسر قلبك وخد مالك، خد مالك أو خد أغلى حد عندك. أنت عشان أنت مكسور زعلان على، يعني بتقول ليه عمل كده، بتقول ليه أذاني، مع إن أنا حبيته وأعطيته كل حاجة وفتحت له قلبي، ليه أذاني؟ هو كده مش كويس، فبلاش تدي الثقة لكل الناس. صوابعك مش زي بعض، صوابعك مش زي بعض، فخلي بالك، بس اطمئن ربنا معاك، ربنا معاك وهيضل معاك وهتعدي وهيحميك مهما كانت الصعوبات. ربنا هيطلع لك الخير من وسط الأزمات، حتى لو أنت مش شايف الخير ده، حتى لو أنت مش شايفه، صدقني هتلاقي الحلو طلع لك فجأة، الحلو طلع لك فجأة، والطريق هتفتح قدامك زي الأول، هي وقفت معاك لكن هتفتح معاك. أوعى تقلق، ما تقلقش، هيطلع لك الخير من أي حتة بإذن الله تعالى، هتلاقي الخير داي لك، هتنصدم، هتنصدم من الفرحة. هتنصدم من الفرحة، عوض من ربنا دايلك. أرى برضو في طريق السفر ده حلو، السفر كويس دايلك، السفر كويس، بس التاني شافك بتفكر تفك السحر اللي عندك، صح؟ بتفكر تفك السحر اللي عندك بأي طريقة، ومنكم حاول كذا مرة إنه يفك السحر ده، بس مش عارف، مش عارف يفكه، تعبك كتير السحر، تعبان، شافك تعبان من السحر، بتبكي، هرتبك من الضيقة من التعب. بس الست دي بتدور على أي شيء، أو بتدور على كل شيء يحرق دمك، عاملة لك السحر ده بالوقف الحال وبالعراقيل كتيرة في حياتك. شايف السحر عامل لك عراقيل كتيرة في حياتك ومشاكل وتعب وضيق. بس برضه هنا يعني الحظ دايلك، بس الحظ دايلك، الحظ دايلك، مفتاح الفرج ديالك والسعادة ديالك، لأنك اتظلمت كتير وصبرت، صبرت، صبرت. بس أنت أنا شايفك بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، بتتحسبن، بتقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل لي السحر. بس في حد عندك في البيت، حد يعني كبير في السن بيحبك ده، وبيحاول يعني يدلك على الصح، بيدلك على الطريق الصح، وبيدلك على الرزق، بيحبك قوي. عايزك تكون كويس، عايزك تعلي، عايز شأنك تعلي، بيحبك، عمال يدعي لك، دايما عمال يدعي لك الشخص الكبير. بس انت مشتاق لأطفال، لأن عندك يعني أرى كمية في طاقة اشتياق، لا اشتياق لحبيب، لأطفال، لأهل، عندك طاقة اشتياق. بس خلي بالك، اللي بالك من الناس اللي هي مبينة ان بتحبك، الناس دي مبينة، في ناس مبينة لك ان هي بتحبك، لان انا شايف حزين، انت حزين ودمعتك على خدك، اتظلمت، شايفك برضو انظلمت، او حد انتقم منك او حد اذاك، لان انا شايفك عمال تقول حسبي الله ونعم الوكيل، عمال تتحسبن في حد ظلمك او كسرك. بس الحاجة اللي انت مستنيها هتتم، هتتم، هتتم بإذن الله. عندك انطلاقة حلوة، هو ماشي، عندك حاجات كثيرة مدمرة معاك، لكن عندك انطلاقة حلوة. في ارتباط منكم برضو، ارتباط قريب، عندك فرحة، فرحة بيتك، الفرحة دي هتكون فيها سعيد ليك أو لأختك أو لحد قريبك، لأنه في أرض بيتك. في طاقة حمل، طاقة حمل، طاقة أطفال، إن شاء الله يكون في بشرة حمل بإذن الله تعالى. حد هتفرح قلبك، حد هتفرح قلبك، ربنا يكتب لك السعادة وراحة البال، لأنك أنت طيب، صادق، لأنك أنت ظلمت كتير، ده عليك كتير، اتهنت،
واتظلمت من اكتر الناس المقربين. حد عزيز على قلبك متوفي، عندك حد عزيز على قلبك متوفي، ربنا هينصرك، ربنا هيغير لك الافضل ليك، الافضل ليك هيكون ليك، وهتفتح الابواب الرزق اللي انت بتحاول تفتحها، بتجاهد علشان تجيب القرش بالحلال او الجنيه بالحلال. ربنا ينتجم لك من اللي سحرك او الاساك، وربنا هيكشف لك كل حقيقة الناس اللي عاملة نفسها بتحبك، اللي عاملة نفسها معاك، اللي بحاول الناس دي بتحاول تقرب منك عشان تمص من دمك، تاخذ طاقتك الايجابية وتاخذ رزقك. هم يعني بيستغلوا طيبتك، بيستغلوا طيبة قلبك، بيستغلوا يعني حبك للاخرين، يعني رغم دول بيحاولوا يزوق، بس عندك مشروع ناجح، عندك مشروع ناجح، انت بتدخل في مشروع او مشارك حد في مشروع، لان انا شايف عندك طريق فيها مشروع ناجح، المشروع ده راح ينده معاك. بس حد، انا قلت لك في حد هيقف معاك، حد هيقف معاك، حد هيقف معاك وهيدعمك، لان انا اعرف في حد واقف معاك بيساعدك وهيدعمك. ان شاء الله في نجاح، بس خد راحتك واخرج من الطاقه السلبيه، لان راكب بتفكر كتير، مش مرتاح حتى في النوم، يعني مش مرتاح. بس قدامك 3 خطوات هتخطيهم، ومن اول خطوة هتبدأ تحسن حالتك النفسية، حالتك النفسية، وهتطلع من الاكتئاب، وهتطلع عندك، عشان عندك اكتئاب هتطلع منه، والحزن اللي عندك والخزلان ده كله من اول خطوة بإذن الله. بس في ناس هتظهر على حقيقتها قدامك وهتطلعها برا حياتك، الناس دي، الناس دي هتطلع برا حياتك، هتطلعها، هتطلعها برا حياتك. ماشي الوضع اللي عندك، الخنقة، الضيق، التعب، العمود الفقري، التفكير، الوسواس اللي عندك، كله هاي من السحر، ان شاء الله راح تخلص منه باذن الله تعالى. والرقم امام كل حبيب يتواصل معنا، واتساب يتواصل معنا، ان شاء الله نكون في حسن ظنه. للعلادات الرقم امامكم باذن الله تعالى، واحبابي في الله، اتمنى من اخواتي في الله فضلا وليس امرا، يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشتركوا في القناه فليشرفني اشتراككم في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكما تعودنا انزلوا في التعليقات، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.